فكر معايا، ايه هي مصادر الخوف اللي حواليك؟ ممكن اسمعك تقول لي هو في ايه اللي ما بيخوفش؟ انا معاك انه في حاجات كتير جدا بتخوف، لكن سؤالي يا ترى انت بتخاف من المرض، من قلة الفلوس، بتخاف على الناس اللي بتحبها؟ يا ترى في حاجة ممكن تدينا السلام في وسط كل المخاوف دي؟ أسئلة كتير ومهمة، لكن تعالى نعرف إجابتها مع بعض في حلقة جديدة من برنامج مواعيدي لي بعنوان سلام وسط المخاوف. عزيزي المشاهد، نقرأ مع بعض عدد جميل قوي من الكلمات الحلوة اللي اتكلم بيها الرب في إنجيل يوحنا أصحاح 14 عدد 27. سلاماً أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. عطية السلام ما أروعها في عالم مليان بالاضطرابات والمخاوف، لكن في وسط هذا الخوف ليك سلام. لاحظ أن الرب هنا بيقول ليس كما يعطي العالم، يعني العالم بيدي، العالم بيحاول يدي سلام، لكن للأسف هو سلام وهمي عبارة عن مسكنات لمخاوف الإنسان. بيعملوا جمعيات ومنظمات وهيئات للسلام، وبيعملوا كمان جوائز عالمية للي بيسعى في أثر السلام، لكن المحصلة قال الكتاب لا سلام قال إلهي للأشرار. عارف ليه؟ غياب رئيس السلام عن العالم وعن مكانه في العالم مغيب السلام عن العالم. لكن في وسط المخاوف والقلاقل ليك أنت عزيزي المشاهد سلام في كل الظروف. ليك سلام مع مخاوفك من الناس، ليك سلام مع مخاوفك من الأمراض، ليك سلام مع مخاوفك من اضطرابات الحياة. الرب بيدي لك سلام. اسأل نفسك خايف على إيه؟ خايف على الأولاد؟ خايف على المستقبل؟ خايف على صحتك؟ خايف على أملاكك؟ الرب بيدي لك وعد يطمنك النهاردة، سلاماً وسلامي، سلام من الرب، وسلام الرب الشخصي هو اللي بيقدمه ليك النهاردة. أولاً بيعطيك سلام مع الله، ده مهم جداً. لمجرد إيمانك بالمسيح أصبح لك سلام مع الله، الكلام ده في رسالة روميا أصحاح 5. فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله، انتهت العداوة اللي كانت من جانبنا تجاه الله، وأصبح وجودنا قدام الله لا يخيفنا، في بيننا وبينه سلام. سلام مش لظروف وينتهي، لكن سلام يدوم إلى الأبد. الحاجة الحلوة اللي قالها الرب سلامي، يعني بيتكلم هنا عن سلامه الشخصي لما كان عايش كإنسان على الأرض. دايما الرب بيدي لك الحاجات اللي كان بيختبرها وعايشها كإنسان، مرة يقول فرحي، مرة يقول سلامي. تقدر تعيش زي ما كان عايش المسيح كإنسان على الأرض؟ نعم، الرب كان عايش في سلام. قد إيه الرب كان مضطهد، كان مطارد، كان مكروه، كانت حرب شديدة عليه من الناس، الشيطان بكل أجناده، لكن الرب كان عنده سلام. تقدر أنت تتمتع بهذا السلام، ظروف قاسية، ظروف صعبة من الناس، لكن كان في داخله سلام لأنه عايش كإنسان بيتمم مشيئة الله اللي أرسله لأجلها على الأرض. تقدر أنت كمان عزيزي المشاهد تتمتع بالسلام اللي كان عايش بيه الرب، أتتمتع بالسلام اللي كان للرب شخصياً في حياته على الأرض. أوعى تنتظر من العالم سلام، ولا تنتظر أنه هيكون على الأرض سلام إلا لما يجي ليها ويملك عليها رئيس السلام. لكن وسط هذه الظروف تقدر تقول كده مع اللي اختبر الكلام الجميل ده وقال بسلامة أضطجع بل أيضا أنام،
لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكن، يقدر يديك الطمان والطمأنينة. لكن إذا كنت لم تتعرف عليه، تعال واقبله بالإيمان، يدي لك سلام من ناحية كل الأمور، من ناحية حياتك ومن ناحية أبديتك أيضا. كلامنا في هذا الأمر الحلو ما انتهاش، لكن خليك معانا، هنسمع ترنيمة ونرجع نكمل الحديث مع بعض. قبلت هذا السلام، تمتعت بهذا السلام. إذا كان ليك الإيمان الحقيقي بالمسيح، ليه المخاوف في قلبك؟ ليه كل أمر يحدث ليك أو يحدث حواليك بتخاف؟ أيوة أنا معاك، أحياناً كتير بنضطرب لكن بسرعة نجري للرب اللي يزيل المخاوف ويملأ الحياة ويملأ النفس ويملأ القلب ويملأ البيت بالسلام الحقيقي اللي كان عايش به الرب كإنسان على الأرض. تعال نصلي ليه مع بعض، وارفع قلبك معايا وقول له يا رب متعني وسط مخاوف الحياة. خلي بالك مفيش وعد من الرب إنه هيزيل ليك الحاجات اللي بتخوفك، لكن في وعد إنه يديلك سلام في وسط هذه الظروف. يا رب أنا نشكرك لأجل سلامك اللي مكتوب عنه إنه هو سلام الله الذي يفوق كل عقل.
أشكرك لأنك كمثال رائع في حياتك على الأرض، كإنسان كان ليك سلام خاص رغم الظروف والتقلبات والاضطرابات، رغم المضايقات من الناس، رغم المحاربات اللي كانت عليك، لكن كان ليك سلام شخصي تمتعت به. نشكرك لأنك بتقدمه لينا في هذه الليلة. ساعدنا يا رب من فضلك علشان نمشي على ذات خطواتك ونتمتع بهذا السلام وسط عالم منقلبا، لأنك قريب جدا هتيجي أنت رئيس السلام، ويومها هيعم السلام لكل العالم ولكل الناس. لكن من دلوقتي وعدتنا أنت بهذا السلام، دينا أن احنا نتمسك بوعدك ونعيش به. آمين. النعمة معك عزيزي المشاهد. امسك في مواعيده، امسك في مواعيده.